السلام عليكم، سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. ثم عادت اليكم في خضم سلسله نتاع المحجبات. هذا الفيديو هذا الفيديو الثاني او الثالث، اظن بانه الفيديو الثالث اللي غادي ندير لكم على لا ماشي ندير لكم، ديجا انا درت لكم شحال هذه فيديوهات للمحجبات، ولكن في هذه السلسله ندير لكم هذا هو غادي يكون فيها الفيديو الثالث. درت لكم الفيديو الاول وكان عباره عن كيفيه تحويل حجاب اللي هو عادي الى حجاب راقي للمناسبات، والحمد لله نال اعجاب العديد منكم. الفيديو الثاني كان عباره عن مكياج خفيف لتغطيه الهالات السوداء، مكياج لتغطيه التعب، مكياج تمشي به مثلا الجامعه او تمشي به مثلا الخدمه او تخرجي به مع الاصدقاء نتاعك، تيخليك انتيا زوينه بالحجاب نتاعك وطبيعيه جدا بحال ما دايره لا مكياج ما دايره والو. وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون عباره عن ربطات للحجاب، ربطات اللي تيحمقوني وتيعجبوني بزاف 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 بزاف. هاد الايام تنشوف انايا فيديوهات للمحجبات او قنوات اللي هما مختصين بالحجاب، وخصوصا القنوات الامريكانيات، ونقول لكم تنحمق تنحمق على هاد البنات. هذا سبحان الله العظيم، على نور عطاه الله في هذاك لوجو وهذاك الحجاب كي تيديروا ليه، سبحان الله سبحان الله سبحان من خلقهم. دونك نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، درتو لكم بكل حب، وكان طلب منكم لا تندير لكم هذه الفيديوهات، هذو فيديوهات اللي هما مطلوبه بكثره 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 على القناه. ودابا غادي نبداو على بركه الله بالربطه او اللفه الاولى. نبداو دابا على بركه الله بالربطه الاولى، ربطه اللي هي سهله جدا وغادي تناسبك الا كنتي غاديه للعمل او الدراسه. بالنسبه للشان فانا شريته من واحد الموقع سميتو مودانيزا، اما بالنسبه للاكسسوار اللي دايره انايا تحت الشان فحتى هو شريته من الموقع تاع مودانيزا. درت لكم انايا اول خاص للمحتجبات، غادي نخلي لكم الرابط نتاعو لتحت في صندوق الوصف. تي الشال نتاعك وتديريه في الوسط وتتحطيه فوق الراس نتاعك وتتقبطيه من الوسط بواحد الفيته، وتتلوي هذاك الجانب الايسر هي اللويه وحده، وتديري هكا فوق الراس نتاعك او فوق الشعر نتاعك، يعني فوق الراس نتاعك، وتتقبطي عاوتاني يعني تتفيكسي داك القنط الاخر. ما تتزيريه مزيان، خاصكم تزيرو باش ما يتحل ليكمش، وخصوصا الا ما كنتوش دايرين داك الاكسسوار التحتاني. تتقبطي هذاك القنط اللي يلاه كنتي تبقاي تلويه هكا، تتغدى ديك الفنيته اللي انت يلاه كنتي بها، ولكن خاصك تفيكسي هذاك القنط عاوتاني فنيته اخرى او باي حاجه اخرى اللي كاينه عندكم، غير خاص هذيك الفنيته ما تكونش باينه. وتتقبطي الطوينغات حلقات نتاع الودنين نتاعك يكونوا كبار ويكون فيهم نفس اللون، وتديريه كاكسسوار. هذا بخصوص الربطه الاولى. رقم 2، بالنسبه لهاد الربطه هذه غتناسبكم اكثر اذا كنتو معزومات لشي عرس او معروضات لشي حفله او بغيتي تعشي انت والزوج نتاعك، ولكن خاصكم تحتفظوا بالاكسسوار التحتاني اللي تيغطي لكم العنق وتيغطي لكم الشعر. بالنسبه لهاد الربطه هذه غادي نستعمل فيها فولاغ او خرقه حتى هو شريتو من السيت نتاع مودانيزا، سيرو شوفوا الاول، غادي نخلي لكم فيه جميع الروابط تماك. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نخلي فيه الرابط نتاع الاول لتحت في صندوق الوصف. زيف ولا الخرقه ولا الفولار نتاعك وتتعقديه بالمقلوب بحال هكا كيما درت، وتتقبطي داك الطرف نتاع الامامي والايسر وتتفيكسي به هذاك الطرف الوسطاني، وتتقبطي دوك الطروفه بجوج تتلويهم وتتفيكسيهم. عاده تمشي تقلبي على هذاك الطرف القدامي وتتكوني به وريضه على هذا الشكل. هذا سهله جدا وتجي راقيه خصوصا في العزومات. الان الى الربطه رقم 3،
ربطه اللي هي سهله جدا جدا جدا، وخاص تكون فيها واحد الشان يكون اكبر من هذوك الشنات اللي درت في الاول، يعني شان يكون كبير. هذا الشان حتى هو شريته من موقع ديال مودانيزا، واحتفظت بنفس الاكسسوار التحتاني باش ما يبانش الشعر من القدام. تنفكسي الزيف نتاعي او الشان نتاعي مزيان، وتنصيب القدام ديال الشال ديالي، خاصة ديك القبيبة تكون باقية واقفة. تنقبط الجانب الايسر وتنديرو فوق الراس ديالي او فوق الشعر نتاعي بحال هكا، وتنفكسيه كما درت في الاول، غير هذا غادي يكون عاوتاني بشكل مغاير على الاول. وتتقبطي هذاك الاخر يعني نتاع الجانب الايمن وتديريه هكا، يعني تيقدي لك صدر نتاعك، وتتفكسيه من اللور، ومن بعد ما تتفكسيه حتى هو تتزينيه بواحد الحلقه من الحلقات اللي كاينين عندك، تيكون اللون تاعها مشابه للشان اللي دايره. الآن إلى الربطة رقم 4، ربطة تهيلية سهلة جدا، وهي الربطة المفضلة بالنسبة للتركيات. تتقبطي الشال ديالك، وحتى هذا هو اشتريته من موقع نتاع مودانيزا، تتعكزيه من الوسط وتتقبطي شي شوية هير هذوك الأطراف اللي هما تيكونوا من التحت، تتهزيهم وتديريهم هكا من الفوق، وتتقبطي الطرف نتاع الجانب الأيسر وتدوري هكاك من اللور، ما خاصكيش ديري فوق الراس نتاعك، ولكن غير هكاك من اللور. سي مزيان الزيف نتاعك باش ما يتحلك، وصافي تتخلي جوج طروفه نازلين هكا فوق الصدر نتاعك، تيجي الشكل نتاعو راقي وجميل جدا، دونك من بين الربطات المفضله بالنسبه الي. الآن إلى الربطة رقم 5، ربطة اللي هي سهلة وجميلة جدا، وغادي نستعمل فيها هذا الشان هذا الأخضر. بالنسبة للشان تنجي وتنحطو حتى هو في الوسط وتنعقدو، وخاصة العقدة نتاعي تكون مزيرة، وتنصيب هذوك القبيبة نتاعت القدام. غادي نقبط شوية الأطراف الأخرانيين وغادي نديرهم أنايا فوق القدام نتاع الشعر نتاعي كما تشاهدوا معايا، وغادي نقبط هذاك الطرف اللي كان في الجانب الأيسر، وغادي نعقد معاه هذاك الطرف نتاع الجانب الايمن. دونك غادي ندير واحد العقده اللي هي كبيره، وندير عاوتاني العقده رقم 2، وغادي ندخل داك الطرف الاخراني بيناتهم بجوج. الآن إلى اللون البنفسجي والربطة رقم 6. بالنسبة لهذا الربطة هذه غادي نستعمل فيها هذا الشان هذا اللي لونه رائع جدا، تعجبني بزاف اللون البنفسجي. تنقبض الشان وتنحطه هكا فوق الراس نتاعي في السنتر، وتنقبض الجوانب تنعقدهم مزيان، خاص فريمون يكون مزير على الوجه ديالي. وتتقبطي الجانب الايسر تتلويه تتلويه تتلويه، خاصو يكون ملوي بزاف، وتديريه لتحت كما تشاهدوا معايا نتاع الجانب الايمن، تترميه من اللور
وتتقبضي عاوتاني الجانب الايمن، تتبقي تلويه تلويه تلويه، وتحطي تديري بحال تديري شي كولي من القدام، وتتقبضي هذوك الجوج من اللور وتتعاودتيهم من اللور، وتتخبيهم عاوتاني من اللور، وتعطيك واحد الربطه اللي هي جميله ومميزه، تيجي الشكل نتاعها راقي وجميل. الآن إلى الربطة رقم 7، ربطة من بين الربطات المفضلة بالنسبة للتركيات. غادي نقبض الشان تاعي، نحطه فوق الراس تاعي، وغادي نقبض هذاك القدام، هنعقده مزيان وخاص غير يكون مزاير على الوجه تاعي باش يبين لي لا فورم ديال الوجه ديالي. وتتقبضي هذاك القرن نتاع الجانب الايمن، تتبقي تلويه تلويه تلويه، وتحطيه فوق الراس نتاعك بحال هكا، وتتفيكسيه بحال هكا، وغادي تقبضي هذاك نتاع الجانب الايسر وغادي تحطيه فوق الجانب الايمن بحال هكا. غادي تشوفوا معايا بان المنظر الاخر تيكون هائل وتيجي جميل في الشكل. تحطيه بحال هكا وتتقبضيه وتتخبي هذاك الطرف الاخراني بحال هكا. حبوباتي الفيديو نتاعنا تكمل، نتمنى يكون اعجبكم. نضرب بحال ميسا، نتمنى يكون اعجبكم ويكون مفيد لكم. مرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم، لايك نتاعكم تيشجعونا، لايك تكون حنايا انايا تيشجعوني، لايك نتاعكم تيشجعوني وتفرحوني بزاف بزاف، وتقولوا لي بان هذا الفيديو عجبكم. تعليقاتكم تعليقاتكم مهمين جدا باش نعرف انايا اش من الفيديو اللي هو تيعجبكم واش الفيديو اللي هو ما تيعجبكمش. وبغيت نسولكم واحد السؤال، اش من حجاب اللي عجبكم من بين هادشي كاع كله انا اللي درت في هذا الفيديو هذا، واش الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، واش من اللون اللي هو تيجي معايا اكثر. نتمنى لكم امسيه طيبه، الى اللقاء.